بس برضو قبل ما اتكلم عن المباراه الافريقيه، والحقيقه في كم موضوع كده اتقالوا على موضوع المباراه الافريقيه وعايز اتكلم فيه مع حضراتكم، ولكن احمد سامي فوت ماتش للاهلي مع الاحتفاظ بالالقاب. يعني احمد سامي فوت ماتش للاهلي، محمد عبد الجليل فوت ماتش للاهلي، مش عارف عماد النحاس فوت ماتش في الاهلي. طبعا ده مش كلامي، ولكن ده كلام الناس اللي بعض من لا يشجع النادي الاهلي اللي دايما بيمشوا في هذا الاتجاه، اللي دايما عايزين يودوا الناس لاتجاه مش مظبوط علشان الحمله تؤتي بثمارها على لعيبه المقصه مثلا. مثلا يعني ان هم بيقعدوا يضربوا في لعيبه النادي الاهلي او يعملوا في لعيبه النادي الاهلي، او المهم يضيع من النادي الاهلي نقط وخلاص. محدش بيفكر في مصر، في اسم مصر الحقيقه، محدش من الناس دي طبعا، لان اسم مصر النادي الاهلي بيمثل مصر في المباراه النهائيه، وبالتالي المفروض كلنا اهلاويه وغير اهلاويه نقف جنب النادي الاهلي. ولكن تسمع تصريح من هنا وتسمع تصريح من هنا وتسمع تخبيط من هنا، واصل ده احمد سامي وعماد النحاس ومحمد عبد الجليل الثلاثي ده تحديدا نفسهم يكسبوا النادي الاهلي، ومن حقهم طبعا لان هم اتعلموا جوه النادي الاهلي هذا الكلام. وبالتالي يا جماعه من فضل حضراتكم مثل هذه الامور. والنهارده انا في الجزء الثاني من هذه الحلقه عندي الحقيقه اربعه من نقادنا اساتذتنا، الحقيقه اساتذتنا في النقد الرياضي من زمان جدا لغايه دلوقتي، هم اساتذتنا وهيفضلوا اساتذتنا. الاستاذ جمال الزهيري، الاستاذ محمود صبري، الاستاذ عصام شلتوت، الاستاذ علاء عزت. هذا الرباعي الحقيقه هيكون معايا في الجزء الثاني من هذه الحلقه، وهنتكلم بشكل واضح عن قضيتنا النهارده، هي قضيه ايه كلمه، يعني ايه كلمه تفويت، يعني ايه انا كمدير فني بيتقال عليا، هل في حد بيسمح بكده؟ والكلام ده ما يصحش ان هو يتقال يا جماعه، الكلام ده ما يصحش ان هو يتقال، الكلام ده ما بيسمحش، ما بيحصلش في الاقسام الاقل من الدوري الممتاز، يحصل في الدوري الممتاز. والله عيب عليكم، انا الموضوع ده يعني تعبني جدا من جوايا، لانه موضوع يمس سمعه ناس واسماء ناس. طبعا هم اسماء كبيره جدا وهيظلوا اسماء كبيره جدا، سواء كابتن احمد سامي، سواء كابتن عماد النحاس، كابتن محمد عبد الجليل. عمرنا ما طلع مننا قال لك ايه، يعني مثلا الكابتن حلمي طولان هو ماسك امبي وهو بيلعب الزمالك مثلا، يعني الزمالك عشان هو من الزمالك يبقى هيفوت للزمالك؟ هل ده كلام يعقل؟ كابتن حلمي قيمة كبيرة جدا 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 في عالم التدريب، وقيمة زملكاوية بالمناسبة رائعة جدا ومحترمة جدا. هو ده اللي احنا عايزين نتعلم منه، الاحترام والأدب للغير. كابتن حلمي كان ضيف المجري النجم الكبير الكابتن مصطفى عبده هنا في حلقة رائعة، وحلقة إن دلت تدل على الاحترام المتبادل دائما ما بين الناديين الكبيرين الأهلي والزمالك.